تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. خرقت قوات النظام السوري اتفاق التهدئة في ريف حمص الشمالي بعد ساعات من بدء تطبيقه بعد أن شنت قصفا مدفعيا. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات النظام قصفت أهدافا في قرى وبلدات في المنطقة، بينما استهدفت الفصائل المسلحة أراض تسيطر عليها قوات النظام. شهدت العاصمة العراقية بغداد احتشاد الآلاف من أنصار التيار الصدري احتجاجا على قانون انتخابات مجالس المحافظات، في حين طالب زعيم التيار مقتدى الصدر بتغيير مفوضية الانتخابات أو إدخال فريق من الأمم المتحدة للإشراف على عملها. وانتقد التيار الصدري محاولات القوى السياسية الكبرى خصوصا القريبة من إيران على فرض نظام انتخابي يضمن لها الهيمنة السياسية على المشهد العراقي. شن الجيش اللبناني ضربات جوية على مواقع تابعة لتنظيم داعش في تلال رأس بعلبك شرقي البلاد بحسب ما أعلنته الوكالة الوطنية للإعلام. من جانبه قال الجيش اللبناني إن الضربات حققت إصابات دقيقة ومباشرة في صفوف التنظيم الإرهابي. أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الأمم المتحدة رسميا أنها ستنسحب من اتفاقية باريس للمناخ، ولكنها تركت الباب مفتوحا أمام إعادة الاشتراك إذا تحسنت الشروط بالنسبة للولايات المتحدة. وقالت الخارجية في بيان صحفي إن الولايات المتحدة ستواصل المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة لتغير المناخ خلال عملية الانسحاب التي من المتوقع أن تستغرق ما لا يقل عن 3 سنوات. قررت لوفتهانزا تغيير مسارات رحلاتها إلى اليابان بسبب تجارب كوريا الشمالية الصاروخية بحسب ما أعلنت الشركة الألمانية. وقالت شركة إير فرانس كي أل أم الفرنسية الهولندية إنها وسعت من منطقتها لحظر الطيران فوق كوريا الشمالية بعد مرور إحدى طائراتها عبر الموقع الذي سقط فيه بعد 10 دقائق صاروخ باليستي عابر للقارات. ذكرت مسودة بيان يجري إعدادها قبل تجمع أمني آسيوي كبير يوم الاثنين المقبل، ذكرت أن أكثر من 20 دولة آسيوية ستتفق على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمواجهة انتشار الأفكار المتطرفة العنيفة في المنطقة. ومن المتوقع أن يشكل وزراء خارجية الدول 10 الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا و17 دولة شريكة في الحوار معها آلية إقليمية لمعالجة هذا التهديد الأمني. نهاية الموجز، في أمان الله.